في البداية رحب بكم جميعا السادة رؤساء الدول والحكومات، أهلا وسهلا ملاوي وزيمبابوي وكل المشاركين في المؤتمر. واسمحوا لي أن أنا أرحب أيضا بكل الشركات اللي شاركت معنا في معرض التجارة. والحقيقة زي ما سمعنا خلال يعني الأحاديث اللي تمت النهاردة قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. بنتكلم على قدرات اقتصادية هائلة، بنتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا سواء في كل المجالات، لو اتكلمنا في الزراعة، لو اتكلمنا في التعدين، كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا، وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع. مش هنسى أبدا أن أنا أوجه الشكر على مشاركتكم الإيجابية، وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك، بنك التجارة أو رئيس البنك الأفريقي للتجارة التصدير والاستيراد الدكتور بندكت. أشكرك جدا جدا على الجهد المبذول. وإحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين إن إحنا حريصين جدا على أن يكون دايما دعمنا دعم إيجابي. مصر دايما بتحاول إن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس مش حاجة تانية، لأن إحنا في أفريقيا زي ما أنتوا شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الأمر. وبالتالي إحنا في مصر دايما حريصين على إحنا نقوم بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات ومش أكتر من كده، وإطفاء حرائق لو في حرائق لو كان ممكن نعمل ده. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر، وأتمنى لكم أن المعرض يقوم بالدور اللي احنا بنتمناه. شكرا جزيلا.